السلام عليكم، عدنا معكم اليوم بدولة جديدة وهي دولة فنلندا. تعتبر دولة فنلندا دولة أوروبية تعرف رسميا باسم جمهورية فنلندا، وعاصمتها هي مدينة هلسنكي، وتحتل المرتبة الثامنة من بين الدول الأوروبية من حيث المساحة. نظام الحكم فيها جمهوري برلماني، فالسلطة التشريعية بيد برلمان فنلندا، والسلطة التنفيذية بيد مجلس الدولة الفنلندي، وتقسم إداريا إلى 336 بلدية، وعملتها الرسمية هي اليورو. تقع فنلندا جغرافيا في الجهة الشمالية من أوروبا، وتحديدا في المنطقة الفينوسكانديا، وتحدها من الجهة الغربية السويد، ومن الجهة الشمالية النرويج، ومن الجهة الشرقية روسيا، ومن الجهة الجنوبية إستونيا من خلال خليج فنلندا. وتقع فلكيا على خط طول 26 درجة شرق خط غرينتش، وعلى دائرة عرض 64 درجة شمال خط الاستواء. أما مناخها فيتميز بأنه مناخ رطب شبه بارد، قارس في فصل الشتاء وحار في فصل الصيف. شكرا على متابعتكم للفيديو، ولا تنسوا الاشتراك والمتابعة. إلى اللقاء.